توقع صندوق النقد الدولي حدوث تحول إيجابي في مؤشر النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بداية عام 2010، وتوقع الصندوق في بيانه أن يتراجع الركود تدريجيا خلال العام الجاري قبل أن يأخذ مؤشر النمو منحنى إيجابي معتدل في النصف الأول من العام القادم. ودعا الصندوق إلى مراجعة حجم رؤوس الأموال لدى البنوك وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات المالية من جديد، وإلى عدم تأجيل اتخاذ الإجراءات الرامية لإصلاح القطاع المالي والتي استوجبتها الاضطرابات المالية الناتجة عن الأزمة العالمية.